الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، درسيغان وحكمديها دروس السيرة والنوس والسعوتي لابد درسي أيان سوقع ذنّي وأها مقدمة أما هردعوها السيرة درسيغا كوباد وحكوصاب سنة نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي تاريخ دي سي. درسي قال لبعضنا وحكو صاحب سنة نبي إسماعيل إيو نولشي سي مكة إيو المهي سي أبناء إسماعيل إيو أحواشي كو صاحب سنة يعني كسو قاضني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إن لبرته أهمية وين أجي لها ذهي أهمية إلها ذا وحكم ذا إن لحقيقيه كضي شذا النبي عليه الصلاة والسلام أقواشي سلو قضيده فعاشي سلو قضيده أحواشي سلو قضيده كضي شذا نبتأه أما حقيقة أهم إيمان كرتو إلا قفك إنه برته نبي السيرة دي سي أحواشي سنو برته ماهني إلهي قرآن كوي حكيري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحايدن كوغوسة رسولك إلهي وحايدن كوغوسة دي شوان أكسن دي شذا سنة ربتا أما صح ذا ما إيمان كرتو إلا قفك إنه يقانه نبي عليه الصلاة والسلام أحواشي سي سيرة دي ليبان تأدون يمد آخره وحكو حرانتهي إن لبرتو النبي سنة ديسي سيرة ديسي أحواشي سي آداب تيس إن لبرتو لغو رقم أيكو حرانته تاسنا وحكو إيمان كرتا إن سيرة دا لبرتو مد اللماد سيرة دا لبرتو وحكو سوغان إيمان كقفك أو زيادة رمين تأو رميسين يا النبي عليه الصلاة والسلام إيا محبة دا إيو كالقعالك أو النبي أقبو إني زيادة تاسنا وحكيني سي قفك مركز تأو النبي عليه الصلاة والسلام أو برتو سيرة ديسي أحواشي سي أو برتو أخلاق ديسي أو برتو وحكو زيادة هي إيمانك هي جعيلك والنبي أقوى صلى الله عليه وسلم سيادرت أيا وقتك النبي عليه الصلاة والسلام ضد وحاجري نبي آدي آد النعباء سببتك أنت أي هاي الدعاية ذو لقفة في النبي عليه الصلاة والسلام أو بين وساحر وكاهن وبين لو ضد سكدراء أيا لقفة في ضد وضان أو مركة دعاية داس جارتي أيا نبي آدي آد النعباء لكن مركي أي نبي برتين والله كل مين وأخلاق دي سي أركان أو سي أو أي أركان أحواشي سي أيوح النقضي أحدك أي وجه عليهين ضدك أدوك كجوغا سيدا نيكي قصدي نيكي الأورنجلي ثمامة ابن أثال ثمامة ابن أثال وحوانين مضحة وقبيل كيس مضحة وأه ولا سوقبتي أصعبتي يا سوقبتين نبيغا يا الله كياني صلى الله عليه وسلم وحالو حري مساجد كالنبيغا ميال كمدة تير كمدة يا الله حري سدح بريو هالكا كو حرنا وفير سنة هي نبيغا عليه الصلاة والسلام يا دقن كيسة سيدو أتو كنا هي سيدو أصعبتي أولا معاملون هي سدح بريو ملكي سوبري تنبيغو حيري سيداي حرقي بالا غفري وبحي نينكي نين مشهور نو أها وقبيل كيس الحسن مشهور كأه مركا وبحي وسوق وبيستي النبي ابن صلى الله عليه وسلم وإسلامه وحجري والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وحجري محمد والله ما تشرين بيري نولك الدشي سمسارني بي وجهي أن كان نعبه وجهك لكن ما أنتي فقد أصبح وجهك حب الوجوه كلها إلي ما أنت وحجري وجهك وح النقضي بيري وجهك أن وجه على هاي وجوه ذا أن وجه على هاي تاسنا محاك أنتي مركو أركي أخلاق دي وناكسني يدقنك وناكسنا والنبي صلى الله عليه وسلم مركو أركي أي سامين كويالات مركو قفكو مركو برتو النبي عليه الصلاة والسلام سيرة دي سي أخلاق دي سي وحي يكر النساء إيمان يا محبة يكر النساء سيدو كلا سيرة دولة برتو حكو السوغان إن لك لسارو رؤية دا نبي عليه الصلاة والسلام هردة دلو أركو مدى الصحة إي مدى بيانتا إن لك لسارو سيدا النبي صلى الله عليه وسلم قفك إيو أركا رؤية إيو أركا وو إي أركا سببتو الشيطان كو سكو مكي سو أكين كرا إيو النبي عليه الصلاة والسلام مركا الشيطان كو النبي عليه الصلاة والسلام سورة دي سي ما سوي ما يلان كرا سكو ما أكيسين كرا لكن واحد لقى يابا إنو سورة كلا إيو مادو صفة كلا إنو وي ماذو او يراد انا ونبي محمد بانا قفكي مركا النبي سيرتي سي شمائشي سي يو صفاتك سي انا اقون وكو كتومايا و خو امالينايا حدك او يمد انو نبيغي ياه سدا درتد ايا ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس هدين ان وي ماذو يرادو نبي كان رؤيه كو اركو وخ اورن جيري صف لي من رايت احد كاد اركت بل اي تلمان هدي تلمانتي اي نقطه تلمانتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركاس ورؤيه صحوي لكن هدي تلمانتي اي نقون ويدو تلمانتي النبي اي نقون ويدو هدي رؤيه صح ما نقونيسو مركا سدا درتد ايا دد بداني كو كتومين أنتاس وشخص بأو إيمانه هي أحد بأو إيمانه ردد أو إيمانه هي وحوش يجانه النبي صلى الله عليه وسلم وحيابه فرهايا لقيا أبو حيابه سن الدين تخلاف سنه سكون وحوق قادنا هي نبيه أيمن مرك قفك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحواشي سي صفات كيس أن درسين وحيابه سكون وكوك تسمع هي سيدك السيرة ولا برتوح كوسجان حلقف إذا سنة هي أحكام فقهية أحكام عقيدة آداب وحيابه بدن والدين تكون صابتنا يا لقف إذا هي سيرة دي دقن كنبي صلى الله عليه وسلم سيدرت أي سلفك حررت هذا وحي بري كرين سيرة سيدا أي قرآن كأبران أي أبري كرين علي بن الحسين أو اللي لو يقان زين العابدين وعلي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين أيا لو يقان وحولي هاي وحانا لبري كرين بيور السيرة ذا نبيك إيا مغازي دي سي دقال لدي سي أيانا لبري كرين وحانا لبري كرين يور السيرة نولو برا السورة ذا قرآن كان نولو برا أيانا لبري كرين علم ذا إسلامكو وحي كتريين أو كم
kamid dhigeen goynta nabiga la gooyo waxaa kamid ayay yiraahdeen in siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qofku ka jeesto uusan baran sida dad badan oo maanta muslimiinta kamida ay ku sugan yihiin waxaa laga yaabaa qofka haddii la weydiiyo dad badan oo kamida muslimiinta haddii la weydiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa oo saddexan ama afaran la weydiiyo ama zawjaadkiisii la weydiiyo ama ghazawaadkiisii la weydiiyo ama axwaashiisi wax kamida la weydiiyo inuu waxaa laga yaabaa uu ka jawaabi waayo iyadoo laga yaabo haddii la weydiiyo dhallinyarada badankood siiba dadka dhallinyarada u badan haddii la weydiiyo laacibka ama cayaartooyga hebela haddii la weydiiyo waxa laga yaaba inuu ka jawaabo waqtiguu dhashay inta naadi uu cayaaray inta uu gool dhaliyey ma garanaysaa meelaha naadiyaalka u kala duwan waqti taariikhihii uu goolasha dhaliyey inuu saa kuugu tiriyaa laga yaaba dad badan oo ka mid a dadkeena waxaa laga yaba haddii la weydiiyo qabiil hebel imise u kala baxaa ree hebel imise ay u kala baxaan ama dagaaladii ree hebel ree hebel dhex maray ama gabayadii laga tiriyey waxaa laga yaba qofku inuu u yaqaano si layaable u yaqaano u xifdisan yahay laakiin markii la weydiiyo siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhdiisii oo ay ku xiran tahay sacaadadiisa adduunyo ama yacni liibaantiisa qofka adduunyo iyo aakhraba ay ku xiran tahay markii la weydiiyo inuuse qof waxa u ka yaqaanaa iska yiryihiin baa laga yaba ama xilba iska saarin oo ihtimaam iska saarin marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in siirada ihtimaam badan layska siiyo la barto ilmahana la baro kitaabka ayaan usoo noqonaynaa wuxuu yidhi sheekhu waxaan ka bilaabaynaa kitaabka bogga shanaad inta ka horeysa waa iska muqadimaad wuxuu yidhi muxammadun sala allahu calayhi wasalama asluhu wa nashatuhu wa axwaaluhu qabla nubuwa muxammadun nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam asluhu asalkiisii wa nashatuhu iyo barbaaridiisii wa axwaaluhu nabiga axwaashiisii oo qabla nubuwa nebinimada ka hor ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam nubuwadiisu waxay ahayd 40 sano markuu gaaray ayaa waxyigu ku soo bilowday intii ka horreysay nebi ma ahayn marka intaas ayuu uga hadlayay kitaabka bilowgiisa kadibna wuxuu ka hadli doonaa wixii maa bacda nubuwa wuxuu yidhi sheekhu annasabu shariifu nasabkii wanaagsanaa nasabkii nebiga ayuu ka hadlaya wuxuu yidhi huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam akramu khalqillaahi khalqiga ilaahay oo dhan midka ugu sharafta badan weeye akramu khalqillaahi khalqiga ilaahay midka ugu sharafta badan weeye ana sayidu waladi aadama walaa fakhra waa kii nebigu yidhi waxaan ahay buu yidhi sayidkii waladu aadam ayaan ahay faanna ma aha huwa akramu khalqillaahi khalqiga ilaahay midka ugu sharafta badan weeye wa afdalu rusulihi rususha ilaahay midka ugu fadli badan weeye rususha ilaahay soo diray waataan soo marnay rususha waxaa ugu fadli badan shanta ululcasmiga ah ayaa ugu fadli badan shantoodana isagaa ugu fadli badan wa khaatamu ambiyaa'ihi ambiyadii ilaahay uu soo diray kii khatimay weeye u dambeeyey khaatim iyo khaatam labadaba waa la akhrin karaa ambiyadii ilaahay soo diray kii khatimay weeye muxammadun waa muxammad ibnu cabdillaah ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdimunaaf ibni qusay ibni kilaab ibni mura ibni kacab ibni lu'ay ibni ghaalib ibni fihr ibni maalik ibni nadar ibni kinaana ibni khuzaymah ibni mudrikata ibni ilyaas ibni mudar ibni nazaar ibni macad ibni cadnaan ilaa intaas marka ilaa cadnaan laga gaaro sidaas tartiibkaas waa la isku waafaqsan yahay cadnaan laga bilaabo ilaa nebi ismaaciil laga gaaro inta oday u dhaxaysa ayaga lama yaqaano marka abtirsigii ilaa cadnaan ayuu halkaas noogu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisu oo asmaadiisa ugu mashhuursan waa muxammed sala allahu calayhi wasalam asmaa fara badan ayuu leeyahay laakiin waxaa ugu mashhuursan shan magac oo nebigu calayhi salaatu wasalaam hal xadiid ku sheegay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina liya asmaan waxaan leeyahay magacyo ana muxammadun anigu muxammed baan ahay wa ana axmadu wa ana almaaxi alladii yamxu allahu biya alkufr wa ana alxaashiru baan ahay alladii yuxsharu annaasu calaa qadamay wa ana alcaaqibu alladii laysa bacdahu nabiy xadiidkaa nebigu wuxuu ku sheegay shan magac ayuu ku sheegay shantaa magac waxaa ugu horeeya muxammed waana midka ugu mashhuursan magacyada nebiga calayhi salaatu ugu mashhuursan qur-aankana 4 jeer ayaa lagu sheegay macnihiisuna waxa weeye alladii lahu sifaatu alxamiida allatii tuxmad waa midka leh sifaat iyo tilmaamo wanwanaagsan oo lagu mahdiyo sidaa darteed baa cabdulmualib ayaa u bixiyey markii uu muxamed u bixiyey ayaa waxaa la yidhi maxaad uga leexatay magacyadii aabbayaasha od uga leexatay oo muxamed ugu bixisay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ugu bixiyey buu yidhi liyakuuna maxmuudan fi dunya waalaakhira si uu u noqdo mid la mahdiyo adduun iyo aakhiraba wuuna noqday sala allahu calayhi wasalam marka magacaas waa magac ugu mashhuursan muxamed magaca labaad waxa weeye axmed isaguna qur-aanka hal mar ayuu kusoo arooray wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed ama min bacdi yasmuhu axmed yacni markaas suuratu saf ayuu kusoo arooray halkaas mar ayuu qur-aanka kusoo arooray macnihiisina waxa weeye axmed axmadu nnaasi lillaah waa dadka midka ugu mahdin badan ilaahay ugu xamdin badan wa acdamuhum thanaa'an cala allah ammaan la ammaano oo ilaahay la ammaanona midda ugu weyna waa midka ugu badan oo ugu weyn ammaan la ammaano ilaahay la ammaano axmadu nnaas marka yacni axmedna sidaas ayaa laga wadaa waa magaca labaad magaca saddexaad waxa weeye almaaxi almaaxi macnihiisuna waxa weeye alladii yamxu allaahu bihi alkufra waaldalaal waa midka sababtiisa ilaahay uu ku tirtiray kufrigii iyo baadinimadii ilaahay uu ku tirtiray yani xadiidka uu ku sheegay wa ana almaaxi alladii yamxu allaahu
بي الكفر أنوحان هاي الماحي الذي يمحو الله إلهي وكتر تبي بسبب الكفر وكتر تروي مقع أفراد وحوي الحاشر الحاشر معنيه سنو وحوي الذي يحشر الناس على قدميه ومتك ضدك اللغوص الشريو لغهيس يعني قدال كيس يعني ضدك يؤهر مرهيا محشر كإساق ضدك أؤهر رأي لأنه نبي عليه الصلاة والسلام وحوي أول من ينشق عنه القبر قفك أؤهر رأي قبر يكسو بحايا والنبي عليه الصلاة والسلام ضدك مركز أي صود بقلايان وصور راعيان مركز الحاشر ناس إذا سأل قوضا مقع عشان هذا وحوي العاقب وحوي الذي ليس بعده نبي ومتك النبي كدن بي أسنشرين وي فهو خاتم النبيين نبياشا سأل وختمي مركز شان تاس مقع أي أغو مشهور سن مقع ياشيس ومحمد وأحمد الماحي الحاشر العاقب ما عليك لو بظن ولي هاي سيدا البشير النذير الداعي السراج المنير الأمين المزمل المدثر نبي الرحمة نبي التوة يغير كودبة مركز سيدا سأيوري شيخ محمد بن عبد الله سيدا سيونه سوتري وحير شيخ وعدنان عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عدنان انتي أبترسكي ونوشي ودن بي وحوي من ذرية إسماعيل ذريتي سأيو كمدي هاي ابن إبراهيم إسماعيل كإنا إبراهيم أها عليهم الصلاة والسلام بالاتفاق أيضا لسكو خلاف عدنان إنو ذريتي إسماعيل كمدي هاي خلاف وحخلاف كمجران ولكن لم يعرف لمقرا بالضبط سنبأ عدد ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل عليه السلام عدد سنبأ لوميغان عدد إيا مقعيضة ضدك أول حية عدنان إيا نبي إسماعيل إنت أول حيسة عدد هان إنت يهين لمقرنا مقعيضنا لمقرنا مركا لكن وحال اسكو وافق سنيه هي عدنان انه كميد هي ذريه النبي اسماعيل انه كميد هي ايال اسكو وافق سنيه مركا النبي عليه الصلاه والسلام مركا قاركود وحال لو نسبيا عدنان ولو نسبيا وحال يرادا العدناني النبي العدناني ايال يرادا مر وحال لو نسبيا مضر او كميد اها او ياشي او مثلا مدركه ابن الياس ابن مضر النبي المضري قال يرادا مر وحال لو نسبيا قريش مركا مضر لو نسبيه مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان مضر وحال إلى هذا مضر وحال هذا شيء ويل الأورنجري ربيعة يا هذا شيء ربيعة الأورنجري يا هذا شيء مركا مضر وأنا إلياس وحال هذا شيء ربيعة لبادي مركا ربيعة هي مضر لبق قبيل بكل النقضين ومضر وح النقضي قبيل كوكسو تشيدو النبي عليه الصلاة والسلام وحال الأورنجري عرب الحجاز عربتي حجاز دقنيد أي كسو فرعنتي مضر والنبي عليه الصلاة والسلام فرع ذاك مذاها دريد ذاك مذاها ربيعة أنا وح كسو فرعمي عرب الأورنجري عرب النجد وقول كان نجد العراق دقي جرتي سيده قول الاورنجري بن حنيفه ايغنا فرع ودي وها كميدها نيك الاورنجري مسيلمه الكذاب ايا كسوبخاي مركا مضر يا ربيعه ولا بو ولا لا مضرنا وعربتي حجاز والنبي عليه الصلاه والسلام وفرع ودي كميدي هي قريش ربيعنا وحويه و وعربت لي العرب النجد العراق وبنو حنيفة كمذا هاين أو فرع عدنا أو كمذا مسلمة الكذاب نين كمذا رير ربيعة يا مركي مسلمة الكذاب وصاب حي والنبي نبذا شيخته وقت النبي عليه الصلاة والسلام أيوه إلى أنو حن رميسنا يروم مسلمة رميسنا يا بان رميسنا هي مركز اللي هو أكته هي مسلمة إنه بين له يا وسنروش يا جيني محاد أرى عذيب عليه مركز وحيري كذاب ربيعة ولا صادق مضر وحيري أنت راعي لها بويري رن لو غير مضر أنت راعي لها حن راعي يا بويري بين لو غير ربيع عيان راعي ابو يد مركه وتعصب يو قبيله ده مذمومك يعني حق يا باطل با وحن كرع سنه ريرك يا كرع سنه وي و يري كذاب ربيعه ولا صادق مضر انت راعي له ابو يري صادق مضر وحا يدانتي ان راعه بين لوغا ربيعه ان راعه ايا و يري ايا كفضله يا ابو يد مركه سيدان سو شيغ مركه مضرنا ولا نسبيا النبي عليه الصلاه والسلام ولا نسبيا قريش ولا نسبيا مركه قاركود وحا لو نسبيا النبي القرشي ايا ليرا وحا لو نسبيا مركه قاركود هاشم ايا لو نسبيا الهاشمي ايا ليرا marka labadan dambe labadan nisbo dambe oo midna quraishi ah midna ah haashimi ah ayaga xukum sharci ah ayaa ku tacaluqa oo quraishna waxa ku tacaluqda xukumka ah nabiga inuu yiri sallallahu alayhi wasallam al-a'immatu min quraish madaxda hadii quraish ay joogto ayaga ayaa xaq u leh inay madax noqdaan sidaas ayuu nabiga alayhi salaatu wasallam hadiiska ku yiri marka xukumkaas ayaa ku tacaluqa haashimna nisbadan dambe haashim loo nisbeeyay waxa ku tacaluqa xukum asagana sharci oo ah haashim bin haashim wa qaraabadi nabiga oo zakada in la siiyo ay xaraamta ka ahayd weeyay aysan u banaa
أهاني زكاة إن لسيه مركة وحو يري شيخ مؤلف وحو يري وعدنان وعدنان من ذرية إسماعيل إسماعيل ذرية دي سأيو كمد أها ابن إبراهيم إسماعيل كين إبراهيم أها عليهما السلام لبذو ذبا عليهما الصلاة والسلام اللي رأيا في عن صوبت النبي عليه الصلاة والسلام حكا سقنا ذي حديث أوليه هي كصلية أنبياء كصلية فإن الله بعثهم كما بعثني إلهي وسبحي أيقب سيدة ويسبحي أنا قب إيسو دراية كصلية حديث كان حديث صحيح مركة مركي أنبياء ذا الشيخ سيدتك مشهور كأو حوي إلا يراد عليهم السلام أو عليه السلام لكن حديث كاسي سيدة كصوغان إن لغو صلية لنا السلام أو لرادو عليهم الصلاة والسلام اللي رأي أفضل بضن مركة وحيل وعدنان وعدنان من ذرية إسماعيل أن يكمد ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام بالاتفاق خلاف الآن ولكن لم يعرف لكن لم يقان بالضبط سنبة عدد ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل عددك هي مقعيضة ذاتك أرحي من بينه بين عدنان عدنان يوبين إسماعيل إسماعيل ذاتك أرحي لم يقان عليه الصلاة والسلام أما أمه نبيه هو يديس فهي آمنة وي. آمنة بنت وهب آمنة بنت وهبوي ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب كلاب مركة وكلاب كلابنا هو الجد الخامس ووجه شناد وللنبي صلى الله عليه وسلم نبيه أصغناضي من جهة أبيه حق أبيه مركة كلاب كاس أي سوي ماذا كلاب مركة وأوجه شناد هدي لقب اللابو النبي عليه الصلاة والسلام أبيه لقب اللابو وعبد الله لقب اللابو هو اللي حاطبه نقنايا لكن هدي لقب اللابو أوجه لقب اللابو عبد المطلب لقب اللابو مركز أيوه نقنايا أوجه شناد النبي عليه الصلاة والسلام حوي محمد ابن عبد الله دي عبد الله لقب اللابو عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ثلاثة نقول لحبة نقنايا مركي أبها النبي لقب اللابو لكن مركي أوجه لقب اللابو عبد المطلب لقب اللابو كلاب وح نقنايا أوجه شناد أيوه نقنايا مركا وكلاب كلاب هو الجد الخامس وأوه الشناد وللنبي نبي أسر نادي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه حق أبيس فأبوه نبي أبيس وأمه يهو يديس من أصل واحد أصل كلية أصل كلية يكسو كيدان يجتمعان وحيكو كلمان في كلاب كلاب أيكو كلمان واسمه مقع عيسو كلاب كان مقع عيسو حكيم حكيم ويه وقيل وحالي عروة أما سوحالي لي عروة إيان لمقع عيسى ليلادا لكنه أساق كان وحوها كثير الصيد مد أغارس بضان بالكلاب إذا لغو أغارسدو أي أيكو أغارسان جري فعرف بها أيضا أيا لغو يقاني سادرت أيا كلاب لغو بحي مركة أيغا إن لغو أغارسدو وأوح بنان أو شريعة دانو أي بنايسي هران أجيري جري أيغا مركة دو معلم يهي أوح لباري وسيدا أغارسيق لباري ومركة أمرك لسي أمرك أقادنا هايو هدي لغو أغارسدو وحي حتى أسود دلو أنه لغو غارين وأو حتى لنته إنتان لسو غارين لغورعين وحلال وي وسيداس إلهي بقران كنو أغشيغي يعني مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وفك هدي مركة كسي داي أي أغارتي أو انتقبتو أو ديلو مركة أتما ديد بابسك وقمانيسا مركة سادقالانيسا مركة سيدا نغو صومالي أدان نهي أغارتي بابا عيب إن لا أغار صدا بعيب وحالقيا با إيادة با إن داد قونية ليرادات كاسا أغار صدا أو سيدا سلقو يصدتك هدي أي لغو أغار صدا كبا سيدا رمب وحوي هوشي واكسي وينانيسا مركة تاسونا وحوي سيدا الدين تو أي قبتو أي غوان لغو أغار صدا كرا ويحي أسود لنا وحلال أغارتنا عيب ماها وتاسل يعني سيدا مارتا السيرة أن كو أركينو النبي أوغيس شناد أو أيغا كو أغار سن جري مركة سيدا سأيوية مركة وحو يري واسمه مقع عيسو حكيم حكيم وي وقيل وحلي عروة عروة وي لكنه أسغو كثير كان وحوها كثير الصيد مد أغار سبضان بالكلاب أيضا لغو أغار صدو فعرف بها أيضا أيا لغو أقون صدو لغو برطي مركة درسي أنا مانتين انتاس أيان كو أكينينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.